إيران وواشنطن تعلنان البدء اعتبارا من 20 من هذا الشهر في تطبيق الاتفاق المؤقت الذي يحد من تخصيب اليورانيوم في الجمهورية الإسلامية، ما يشكل المرحلة الأولى نحو التوصل إلى اتفاق شامل. هذا الاتفاق المؤقت هو امتداد لاتفاق الخريف بين إيران والقوى العظمى. تم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بيننا وبين دول الخمسة زائد واحد حول طريقة تنفيذ الخطوة الأولى من خطة العمل المشتركة التي تعرف أيضا باسم اتفاقية جنيف، قال المفاوض ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وعليه تلتزم إيران بالحد من تخصيب اليورانيوم إلى 5% وبتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. المفاوضات ستكون صعبة جدا، ولكن لدينا أفضل فرصة لنكون قادرين على حل قضية الأمن القومي الحاسمة بشكل سلمي ودائم. كنا واضحين حول ما سيكون مطلوبا لنكون قادرين على الضمان للمجتمع الدولي أن الأمر يتعلق ببرنامج سلمي، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. That this is a peaceful program. كما يجب على إيران أيضا تجميد أنشطتها في موقعين تونس وفرد وفي مفاعل أراك للمياه الثقيلة. في المقابل توقف الدول العظمى من عقوباتها على قطاع السيارات والفضاء وإجراءات تجميد الأصول المالية الإيرانية.